أهلا بكم من جديد. أشاد الكثيرون بالتنظيم المحكم للنسخة الجديدة من معرض الكويت الدولي للكتاب، وذلك بسبب انسيابية حركة رواده رغم كثرة عددهم مقارنة مع السنوات الماضية. هذا بالإضافة إلى توفر خيارات مختلفة ترضي فئات وأذواقا عدة، خصوصا وأن المعرض يحتوي على قرابة نصف مليون عنوان من دول عدة. النسخة 44 من معرض الكويت الدولي للكتاب مثلت فرصة للطالب أحمد الصالح، شأنه شأن الكثيرين، لإيجاد ظلته بين أروقة ورفوف هذا المعرض الذي لاقى استحسان الكثيرين من حيث التنظيم المحكم. شيء زين أن أي واحد يعني محتاج كتاب من برا الكويت زين يقدر يلاقيه هنا، يحصله هنا. مثلا احنا كطلاب نحتاج كتب وايد حق التراث، فقال نحصلها هنا. في إقبال أكبر من كل سنة ما شاء الله، من الشباب ومن البنات أيضا في العمر الجامعي والعمر في أول سنة وظيفة، في إقبال كبير، وهذا شيء زين. عودة الشباب مرة ثانية للقراءة لازديادهم بالعلم وزيادة الثقافة، هذا وايد شيء حلو. تنظيم المعرض السنة مرتب لله الحمد، والحركة انسيابية سهلة، المواقف وايد. لاحظت فرق كبير بالمعرض السنة اللي طافت وهالسنة. هالسنة وايد في إقبال، وخصوصا المدارس والناس، فشيء جميل صراحة. قراء أوفياء لدور نشر وكتاب وأدباء بعينهم، وآخرون يبحثون عن تجارب جديدة يسافرون معها إلى أماكن بعيدة ويكتشفون ثقافات وخبرات فريدة. هؤلاء هم رواد المعرض. في بعض القراء يعني ينتمون إلى دار نشر معينة وكاتب معين، لا يخرون إلى الكاتب معين، والبعض الآخر لا يريد التجربة الجديدة، فهذا يعود إلى القارئ نفسه. في الفئة التي تدعم شخص معين أو تدور عن كتب شخص معين، لكن عندهم القابلية أن يشوفون ويتصفحون روايات أخرى وكتب أخرى وحتى نصوص وغيرها. وفي الفئة اللي لا، هي تبي تشوف شنو عندك، عندها القابلية أن يعني تفسر وتأخذ وقتها من المعرض. إقبال متميز حظي به المعرض في هذه الدورة، ما يؤكد أن الإنتاج الورقي ما زال يلفت أنظار القارئ وسط الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الذكية في حياتنا عموما. أحباء الكتاب شاركوا بكثافة في المعرض هذه السنة، فعلى اختلاف مشاربهم جاءوا جماعة وفرادة بحثا عن شغفهم. سناء الوسلاتي، تلفزيون دولة الكويت.